عادت أزمة التسهيلات المؤقتة في مصر للظهور من جديد، وتدحرجت على إيقاعاتها آمال العديد من المستثمرين بالتوصل لاتفاق مع البنوك للحد من نزيف الخسائر المتفاقمة بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. المستوردون لجأوا هذه المرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وطرقوا أبواب الحكومة للتدخل، والكل يتساءل عن الحل. دعونا نتابع في هذا العرض أبرز ملامح هذه الأزمة. أزمة التسهيلات إذن بدأت، وأزمة الاعتمادات المستندية المؤقتة في مصر بدايتها كانت في يناير من عام 2013، عندما بدأت البنوك المصرية بتقديم تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين. كان الهدف منها هي أن تحصل على مزيد من الدولار بعد مشكلة نقص الدولار، وأيضا تمويل الواردات السلعية لهؤلاء المستوردين. أيضا رأينا هناك عدد من الشروط في ذلك الوقت قدمت من قبل البنوك للحصول على هذه التسهيلات المؤقتة. كان أول شرط هو عملية تغطية مبلغ الاعتماد بما يعادله 110% لكن بالجنيه المصري. أيضا طلب من العملاء أن تتم التغطية بسعر الدولار عند فتح الاعتماد المستندي، وأن يتعهد العميل بالحفاظ على نسبة التغطية مع التحركات السعرية بالنسبة للدولار مقابل الجنيه، وهذا ما رآه البعض بأنه تعتبر متناقضة مع القواعد المصرفية التي تقدمها طبعا البنوك المصرية. لكن لماذا أصبح العملاء الآن يطالبون بحل أزمة الاعتمادات المستندية بمصر؟ عندما رأينا بتاريخ نوفمبر 2016 عملية تعويم الجنيه، بدأت هذه الخسائر تتوالى على العملاء، وبلغت قرابة خسائر الجنيه المصري تصل إلى قرابة 59%، وأصبح العملاء الآن المرتبطون مع البنوك ملزمون بضخ أموال جديدة بالجنيه المصري مع هذه الخسائر التي تكبدها الجنيه مع عملية تعويمه. خسائر العملاء وصلت إلى حدود 10 جنيهات مقابل الدولار، وهو ما يعني 7 مليارات دولار بالنسبة للبنوك يمكن أن تحصل عليها من هؤلاء العملاء، وهو ما يكبد هذه الشركات والمستوردين هذه الخسائر. طبعا بعض المستوردين ذكروا بأنه المبلغ أعلى من ذلك يفوق ال 12 مليار دولار. أصبح هناك الآن مطالب من قبل المستوردين في مصر لحل أزمة الاعتمادات المستندية. اقترحوا توفير الدولار بسعر 8 جنيه و80 قرش كما كان سابقا قبل عملية التعويم. أن يتم عملية جدولة المديونيات للعديد من المستوردين وكذلك من الشركات. رفع الحدود الائتمانية الممنوحة لهؤلاء المستوردين وأيضا الشركات. لكن رأينا بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير من أزمة الاعتمادات المستندية بحكم أنها تعتمد بشكل كبير على عملية الاستيراد، وهو قطاع الأدوية الذي تستورد فيه مصر أغلب الأدوية من الخارج. قطاع المواد الغذائية وهو قطاع فعال جدا لتوفير المواد الاستهلاكية. هذان القطاعان كانا الأكثر تضررا. تبقى هناك بعض الحلول المطروحة الآن لحل أزمة الاعتمادات المستندية. كما ذكرنا جدولة التسهيلات المؤقتة لعدد من هذه الشركات، زيادة الحدود الائتمانية حسب جدارة العميل وقدرته على عملية السداد، إحلال السلع المحلية مكان المستوردة، وهذا ما لجأت إليه الحكومة بخطتها الإصلاحية على التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات بدلا من عملية الاستيراد. وأيضا تم اقتراح رفع رؤوس أموال الشركات لمواجهة التحديات التي تكبدت العديد من الخسائر مع عملية تعويم الجنيه.